مرحبا بكم في شيتك. لو سألت أحدا في فترة التسعينات ما هو الهاتف العصري وهاتف زمانه سيقول لك نوكيا، والآن نوكيا أعادت من جديد هاتفها نوكيا 3310، وهو بنظام سيمبيان S30 Plus. هذا الهاتف هو عبارة عن هاتف قديم أعادت إحياءه نوكيا بشاشة بقياس 2.4 إنش QVGA، وتستطيع إعطاء صورة حتى لو كانت الإضاءة قوية المواجهة للشاشة. هناك كاميرا خلفية بقوة 2 ميجا بيكسل في الخلف، تستخدم منفذ المايكرو USB لشحن الجهاز، وهناك فتحة للسماعة في أسفل الجهاز. ما هو أيضا جيد في هذا الهاتف أنه يستطيع العمل لمدة تصل إلى 22 ساعة من التحدث، بالإضافة إلى إمكانية وضع شريحتي اتصال في هذا الهاتف. تستخدم شبكة الاتصال 2.5G، تستطيع أن تحصل على الإنترنت عن طريق البراوزر الميني أوبرا الموجود فيها. أيضاً أعادت نوكيا لعبتها سنيك أو الثعبان إلى هذا الهاتف بشكل عصري، وزادت من مستوى الصعوبة في هذه اللعبة. طبعاً قالت نوكيا بأن هذه اللعبة أيضاً متوفرة في الماسنجر الخاص بفيسبوك، بحيث أنك تستطيع أن تلعبها هناك بشكل مجاني. هناك عدة ألوان من هذا الهاتف، هناك الأصفر والبرتقالي والأزرق الغامق وكذلك الفضي. سعر هذا الهاتف هو تقريباً $55، وهذا شيء تك. كان معكم من برشلونة سلطان بتاوي العربية.